يعني الكرة الأخيرة، فرصة الدقيقة الأخيرة، نلعب في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من الضع. خالد حمية بيحط الكرة عند عند حسن المحمد، بيعدي حسن ويستنى، عدى دخل منطقة 18، علق الكرة عالية هناك، هوبا الفرحة الفرحة الفرحة، لا 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 يا موسى، لا يا موسى لا، هل تملك عصا موسى، هل تملك عصا موسى، انه حسن المحمد والتمريرة العرضية، وموسى تنشق الارض عن موسى ويضع الكرة بالرأسية داخل الشباك، داخل شباك حسن حسين. يا راجل معقولة، معقولة يا موسى حلاوتك دي، ايه ده، انه موسى، انه الساحر موسى، قول عنه ما شئت، دخل على الكرة بضربة رأسية لكرة الحسن محمد. يا سلام مع الدقيقة الأخيرة، وهل يعرف الرجال إلا في الوقت الأخير؟